بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة زي ما شايفين العنوان فئة خاصة من مشاهدين. الفئة دي اللي هي عندها قدرة على التعلم، هنعرف يعني ايه، وعندها قدرة انها تتخطى الصعاب في العمل. هو بيعمل شغل في عقبة طلعت يقدر يلتف حواليها ويتخطاها ويكمل بقية العمل بتاعه. لو حضرتك مش من المجموعة دي فحضرتك ممكن تقفل الفيديو لانه هيكون غير مناسب وهتضيع وقتك. الاويل كاتش كان وليس الاويل كاتش تانك، هي اسمها كان يعني عبوة او صفيحة او عبوة صغيرة كده. دي بتتباع موجودة في الاونلاين، في الامازون، في الاي بي، في الاونلاين زي ده على الانترنت. ببساطة شديدة بتجمع الابخرة اللي طالعة من المحرك ما تدخلوش تاني جوه الانتيك، جوه المنفذ، جوه التلاجة. صمام تبخير الزيت، عشان في ناس عندها اعتقاد سائد ومعرفش جه منين الاعتقاد ده، ان صمام التبخير، صمام بخر الزيت، اهميته بيزيد صمامات المحرك. صمامات المحرك يا استاذ بتتزيد بضغط الزيت اللي جاي من ترمبة الزيت. البلف ده بيطلع الابخرة المحترقة نتيجة التسخين والضغط، بتطلع بدل ما تطلع في الجو وتعمل تلوث وتطلع تعمل مشاكل في تزييد شكل المحرك والاوساخ، بتتحرق تاني جوه المانيفول وجوه تدخل جوه السلندر تتحرق مره تانية. بدليل بسيط جدا اللي هي ليست للتزييد، لو جبت محرك زيرو عبايه جديده تماما التبخير اقل ما يمكن، معنى كده الصمامات هتتحرق. ولو جبت محرك مهلوك مستعمل وشنابر بايظه وبياكل زيت وبيحرق زيت وكميه البخار عاليه، هل معنى كده تبقى كفاءه الصمامات افضل من الزيرو؟ ده كده يعني بس ايه عشان فاهمين بنشتغل ايه. اللي احنا عايزينه الابخرة دي مع الوقت بتتجمع جوه الانتيك جوه البوابة، بتترسب حوالين الصمامات الخاصة بالمحرك وتبدأ تعملي مشاكل في الاحتراق وتعملي مشاكل كتيرة. بعض السيارات بتنزل اوتوماتيك فيها الاويل كاتش كان، بعضها لا. اللي احنا هنعمله هنعمل واحدة بسيطة بإمكانيات بسيطة جدا ممكن أي حد يعملها. اللي احنا عايزينه 2 أو 3 من السلك الخاص بغسيل أواني، غسيل الأطباق، من نوع الستانلس ستيل وليس من نوع السلك العادي اللي بيصدي. ده ما بيصديش، ده نجيب 2 أو 3 من دول. عبوة بلاستيك قوية تتحمل فوق ال 100 درجة، يعني لو حطيتها في مية مغلية ما تتطبقش، تفضل محافظة على شكلها، لأن كمان بتتعرض للتسخين وبيبقى فيها خلخلة هواء، فيها فاكيوم، فما ينفعش تسخن وتتحط في تسخين المحرك تتطبق تنضغط. الغطاء يكون محكم تماما، يعني لما نقفلها ما تسربليش هواء، لأن لو في أي تسريب هواء طلع من هنا هتبقى مشكلة ويعمل مشاكل في المحرك. الحاجة الثالثة هوز أو خرطوم أو لي زي ده، ممكن بقى ده على حسب السيارة بتاعتك، على شكل حرف L، على شكل حرف U، مستقيم على حسب السيارة بتاعتك، تمام؟ هنشوف مع بعض هيتركب فين، مكانه ايه، وازاي نصنعه ببساطة، ونشوف النتيجة بتاعته بعد مدة من القيادة. نشوف مع بعض. دايما نتعلم قبل ما نعمل اي تصميم او اي يعني تعديل في اي حاجة، لازم نرسمها رسم كروكي كده عشان نبقى فاهمين هنشتغل ازاي. الشغل بتاعنا عبارة عن ايه؟ هنشوفه عملي، بس الاول بس نفهمين ايه اللي هنشوفه. ده المحرك، ده كده اللون هنا كده، ده غطى عمود الكمات اللي هو بيطلع منه الهوز اللي احنا هنعدل عليه، وطلع منه بلف هنا اللي اسمه بي سي في اللي هو بيطلع الضغط بتاع الخاص بغازات اللي تبقى موجوده تحت هنا، الغازات اللي بتبقى طالعه هنا كده تطلع من البلف ده، تمام؟ الفكره بقى عباره عن ايه؟ هو في العادي بيطلع الغازات دي بتطلع من هنا تدخل لي جوه الثلاجه او المانيفول او الانتيك ده. وفي هوز تاني او خرطوم تاني واصل هنا قبل البوابة. ده الشكل اللي احنا هنعدل عليه. بعض السيارات حوالي 20% ما فيهاش البي سي في، فيها هوز واحد بس
بيطلع من غطاء عمود الكامات لقبل البوابه. باختصار شديد اللي احنا هنعمله الخط اللي طالع غطاء عمود الكامه اللي هو اللي طالع من البي سي في ده هناخده بدل ما يدخل على الانتيك والتلاجة على طول، لا هنلغي من هنا، هنعمل حاجة بسيطة يدخل على يمشي كده. نمسح بس ده كده عشان ما نلخبطش الدنيا. يمشي كده كده ويدخل هنا. اللي طالع يطلع يدخل جوه التلاجة. يعني باختصار شديد مش عايزين الغازات اللي فيها الزيت والعوادم والكربون تدخل مباشرة جوه الانتيك جوه التلاجة، تدخل تتفلتر ونمتص الزيت والكربون والمشاكل كلها نحتجزها هنا، والهواء يدخل نظيف يدخل جوه هنا كأنه فلتر هواء. بالنسبة للسيارات اللي هي فيها هوز واحد بس طالع من عمود غطى عمود الكامة لقبل الفلتر نفس القصة، بدل ما يدخل قبل الفلتر لا هيدخل على كده، واللي طالع هيدخل مكان ده كده. المكونات بتاعتنا ايه؟ العبوة اللي احنا قلنا عليها، الليف السلك، قطعة شبك من المعدن اللي زي ده. هنشتغل ازاي؟ الحته دي هنتنيها، السلك ده الشبكه دي هنتنيها، الارتفاع ده يعني في حدود سنتي واحد، ونحطها جوه العبوه بتاعتنا بحيث تبقى شكلها كده. السلك او الليف ده يبقى فوقها. طبعا زي ما نقول جاي مضغوط، فانا دايما اوسعه كده بحيث يبقى ايه مسامي ما يبقاش مكتوم، بحيث ان الابخرة طالعة تتخلله بسهولة، وفي نفس الوقت ايه جزيئات الزيت تلزق في ده. هنحطه كده كده ونحطها هنا كده. موضوع بسيط جدا مفيش اي مشكلة. الحاجة التانية بالنسبة للغطاء، طيب هنعمل ايه؟ هنعمل فتحة هنا وفتحة هنا. مواصفات الفتحة دي، انا دلوقتي هقيس ده القطر بتاعي، ده عطاني 14 ملي بنطة او ريشة او بريمة، 12 ملي اقل 2 ملي. ليه؟ ايه السبب في كده؟ انا عايز الخرطوم ده او الهوز ده لما يدخل هنا يبقى محكم، يبقى مقفول، مفيش اي هواء بيطلع او يدخل الا من خلال الفتحة دي، انما يدخليش من جناب اللي احنا او حوالين الهوز ده. شوفوا بعد كده هيدخل ده من هنا والخرطوم ده هيدخل جوه لغاية الشبكة دي هنا. ده هيكون الفرع الطويل، الفرع القصير هيبقى جاي لغاية هنا بس. نشوف بعد ما نعمله واحنا بنركبه هيبقى شكله ازاي. الحالة بتاعتنا المانيفولد، شايفين بقى ده الجزء اللي هنشتغل عليه، ده اللي واصل بعد فلتر الهواء داخل على الغطاء الخاص بعمود الكامل، ده مش هنيجي جنبه، ده مقفول هنسيبه زي ما هو. هبتكلم على ده، البي في سي بيدخل على التلاجة او الانتيك او المانيفولد. هنفك ده كده، طبعا شايل الكليبسات اهو كده اهو، شلنا دي. اللي احنا هنعمله هنوصل الاويل كاتش كان اللي هيطلع ده طالع هيدخل على الهوز الطويل اللي نازل العلبة تحت، والخرطوم القصير هو اللي هيدخل هنا. موضوع سهل جدا، هنشوف بقى كده ازاي. ادي السلك، الغطا
بعد ما عملنا له فتحات اهو. طبعا زي ما احنا شايفين الطويل ده هيتركب فيه بلف البي سي في ده، والقصير ده هو اللي هيطلع على التلاجة او الانتيك ده. طبعا بقى كل سيارة تختلف بقى، يبدأ ايه نظبط الاطوال بتاعتنا بحيث تدخل بسلاسة في فوق وتدخل تحت كده. الحاجة التانية السلك ده يبقى مغطي الهوز ده كده. مش هطول بقى الفيديو، وهنظبط انا الكلام ده ونوريكم بعد ما خلصنا الشغل ازاي. دي بعد التركيب زي ما احنا شايفين كده اهو واضح. طبعا بس في نقطة يعني بس عشان اكون واضح معاكم، دي المفروض تبقى واقفة رأسية ما تبقاش افقي كده، بس هي الفكرة اللي طبعا ده انا واخد مقاسات الهوزات او اللايات او الخراطيم قصيرة، المفروض الصح بتاعها تاخد من هنا واي مكان فاضي تتثبت هنا في المكان الفاضي زي ده بعيد عن السخونية، وفي نفس الوقت تبقى واقفة رأسية. بس المشكلة ان انا مستعجل ومسافر سفرية طويلة يعني هتعدي ال 2500 كيلو، فقلت اجربها، لان خصوصا انا عندي العربيه الحمد لله ما بتاكلش زيت، ما بتهلكش زيت، مش بتبخر زيت، فالوضع ده مش هيعمل لي مشكله، لان الزيت اصلا اللي هيطلع يعني كميه قليله جدا. انا استعملت ساعه الفاكيوم، ساعه الضغط، لو في اي تسريب في المكنه، اي تسريب في المانيفولد في الثلاجه هيبان قدامي. طبعا زي ما احنا شايفين الحمد لله الوضع مثالي عند ال 50 بالظبط، حتى لو زودت ال ار بي ام محافظه في الجزء الاكبر. دول طبعا ده يدل اثبات قاطع ان مفيش اي مشاكل في المحرك او تسريب او حاجه زي كده. هستعمل هنا الكمبيوتر بتاعنا، مفيش الحمد لله اعطال، طبعا شايفين علامه الصح اللي تحت الخضره دي. هنقرا لو في اكواد، هيقول لي طبعا مفيش كود. هدخل على اللايف داتا اللي هي البيانات الحيه للمحرك، زي ما احنا شايفين القرايات كلها مظبوطه، سخونيه المحرك مظبوطه، استهلاك البنزين ممتاز زي ما احنا شايفين اهو، ال بتاع الماب الار بي ام مظبوط 800 بالظبط زي ما الكتالوج بيقول. يعني ده يدل ادلال قاطع ان مفيش اي مشاكل نهائي في الموضوع الاويل كاتش كان دي، لان في ناس دايما بتحب او تشكك، لا بيعلي الموتور، لا مش عارف بياخد بنزين، غلط على المحرك. طبعا كلام يعني انا بحسب الكلام بحسمه بالاجهزه مش بالسمع او بالكلام كده وخلاص، لان بدليل هي بتتباع موجوده الاونلاين ما فيهاش اي مشاكل يعني. بس بصوا يا جماعه، انا طبعا فكيت الاويل كاتش كان بتاعتنا، لان طبعا كنت جاي في وقت مش مناسب والتصوير مش هيبان ايه اللي حصل في التجربه دي. طبعا اول حاجه حصل انبعاج التطبيقه دي، شايفين باينه طبعا. انا لما جربت العلبه دي وقلت لكم تكون تحمل الفاكيوم تحمل الضغط، جربتها على الايدل على السلانسي، انما مع السفر ومدة طويله ومع التسخين يعني انا بعد 100 كيلو نزلت بصيت عليها لقيتها بالشكل ده، اتطبقت بالشكل ده، وانها قويه بس اتطبقت، ممكن مع السخونه حصل فيها كده. وعشان كده هنلاقي اللي بيتباع جاهز المونيوم، يعني انت تلغي فكره البلاستيك دي، لان مهما يكون برده منها قويه جدا وتحملت ومع ذلك اتطبقت بالشكل ده. الحاجه الثانيه يفضل طبعا يبقى فيه هوز طويل ويتثبت بعيد عن جسم الموتور عشان ما يبقاش فيه تسخين على حاجه زي كده وتبدا تتطبق. طيب انا مشيت حوالي يعني 2550 كيلو، ده الزيت اللي نزل. انا الحمد لله رب العالمين المحرك بتاعي يعني فوق ال 95% ما بياكلش زيت، بس ده تبخير عادي. انا هفك بس، انا بس عايز اوريكم ايه، لان طبعا العبوه دي كانت مايله زي ما لو انتم فاكرين كان الوضع كانت مايله كده. فده الزيت اللي طلع في 2500 كيلو، هنفتحها بقى كده ونشوف. طبعا خلي بالنا لو هنستعمل حاجه زي كده، طبعا في تراب طبعا من الطريق نفسه اهي. ادي السلك بتاعنا، انا بعد كده طبعا السلك ده كله يعني انا جايب حتى ورقه بيضه هنا عشان
كله بخار زيت، يعني انت شايفه بيلمع بس كله بخار. شايفين ايدي ادي اهو، ادي الزيت طبعا شايفين لونه عامل ازاي. طبعا كان الزيت ده كله هيدخل فين بقى؟ هيدخل لي على البوابه ويدخل لي على المانيفولد من جوه، والباقي الصمامات وراس المكنه من جوه. في طبعا جزء هيتحرق، جزء كبير هيتحرق، ولكن انا بتكلم على 2500 كيلو طلع لي شويه الزيت دول. مع الزمن بقى هيبقى كميه كبيره ويتعمل لي مشاكل، ونبدا ننظف ونعمل الكلام ده كله. طبعا شايفين الشكل عامل ازاي. بس هي دي التجربه، حبيت بس انا اوريها لكم بالمنظر ده. طبعا انا طبعا كنت ماشي، طبعا ده سفر زي ما احنا قلنا، وكانت سرعات عاليه يعني من جوه المدينه ما اعتقدش يطلع الزيت ده كله. بس ده الموضوع كله، ونشوفكم في حلقه جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.